أنا كل أستاذ يعني ضربنا أنا بقدم له التحية من هذا المنبر وبشكره وبقول له تسلم إيدك. والأستاذ طلعها تكتب على السبورة ما أعرف إيش تكتب تقريبا، فالأستاذ ضربها 3 خبطات على رأسها فعملها كسر في العظمية ونزيف داخلي. إزاي إحنا دلوقتي في 2022 ولسه بنستخدم فكرة العصاية لطلاب في ابتدائية علشان نقومهم؟ سادت حالة من الحزن والغضب في مواقع التواصل بمصر بعد الإعلان عن وفاة الطفلة بسملة إثر تعرضها للضرب على يد معلمها. أهلا بكم في هاشتاغات مع غالية. جرت الواقعة في إحدى مدارس الدقهلية في أول أيام العام الدراسي، فبعد أن استدعى معلم اللغة العربية الطفلة بسملة إلى السبورة لكتابة بعض الكلمات، قام بضربها بالعصا على رأسها عقاباً لأخطاء إملائية ارتكبتها الطفلة البالغة 10 سنوات، مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في المخ. ظلت بسملة في المشفى لمدة 9 أيام إلى أن توفيت جراء إصابتها. والد بسملة قال إن مدير المدرسة قام بإسعاف ابنته بشكل خاطئ قبل أن يجلب أحد المدرسين الطفلة إلى منزل أهلها. إحنا عاوزين حق البنت ما يروحش، وعاوزين العدل، اللي ضربها يتعاقب. ألقت الشرطة القبض على المعلم، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر بياناً قالت فيه إن أي تجاوز من قبل أي معلم سيقابل بحزم وإجراءات صارمة. يمنع القانون المصري العقاب البدني والنفسي في المدارس، لكن الكثير من المعلمين لا يلتزم به. فحسب تقريراً لمنظمة Human Rights Watch، تعرض ثلثاء الطلاب المصريين ولو مرة واحدة للضرب بالعصي أو الأحزمة أو السياط، ما يبين أن ثقافة الضرب ما زالت راسخة في الشرق الأوسط. يعني أنا بستغرب الصراحة من اللي بيقول لك الضرب بيأثر على صحة الطفل النفسية، مع أنه أكاد أجزم أنه كل من تحت القبة على الأغلب يعني اللي زي حالاتنا كلهم ضربوا وكلهم ما شاء الله صاروا سعادة ومعالي ونفسيتهم حديد. شو أثرنا عليه؟ بالعكس، أنا كل أستاذ يعني ضربنا أنا بقدم له التحية من هذا المنبر وبشكره وبقول له تسلم إيدك. ويرى الخبراء أن حل مشكلة الضرب في المدارس يتطلب تحسين ظروف عمل المعلمين وتأهيلهم بطرق أكثر فعالية وأكثر عملية. هي شايفة أن الضرب أو العنف هي دايرة هتخلص إمتى؟ لما نقف وقفة بجد مع المدرسين، ما يكونش التدريبات من نوع هنروح نتكلم عن العنف بشكل عام، لا، لازم نفهم إمتى بالظبط هو بيستخدم الضرب، ليه بيستخدمه، ليه شايفه نظام ناجح ونقدر نديله بديل يعوضه عن ده.